وينضم إلينا من الخليل دكتور عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل. دكتور عماد، يعني بالتوازي مع العدوان الإسرائيلي المتواصل، هناك حديث ربما جد الخميس عن فكرة قبول إخراج حماس من غزة، قادة حماس يعني، في مقابل إطلاق سراح الأسرى. كيف تنظر إلى هذا التصريح وإلى مدى جدية إسرائيل فيه؟ يعني تحياتي لك ولجميع المشاهدين. هذا طرح ممكن أن يقبل في حال استسلام المقاومة أو في حال ضعف المقاومة، لكن مثل ما نشاهد ونتابع أنه نتنياهو هو الذي يحاول أن ينزل عن الشجرة، الجيش الإسرائيلي هو الذي يحاول أن يجد مخرج. نعم، حكومة نتنياهو غير قادرة على المزيد من التوغل ودون حصد أي نتائج عسكرية حقيقية على صعيد المقاومة، وفي نفس الوقت لا يستطيع إيقاف هذه العملية العسكرية التي وعدوا بها الشعب الإسرائيلي بكثير ورفعوا سقف التوقعات للمواطن الإسرائيلي. ومن هنا هذا المطلب نعم يكون صحيح، لكن ليس في هذه المرحلة، ولا زالت المقاومة تمسك بزمام المبادرة، ولا زال الجيش الإسرائيلي هو الذي يتكبد الخسائر إذا قلنا أنها حرب بين عسكري وعسكري. لكن إذا قسنا الأمور من جهة أخرى وهي مزيد من الضحايا وقتل الأبرياء ومزيد من الكوارث الإنسانية التي ستتصاعد مع مرور الوقت مع نفاذ كل ما يملك الشعب الفلسطيني ومع قلة المساعدات التي تدخل، تراهن إسرائيل على هذا الإضعاف للجبهة الداخلية الفلسطينية ومحاولة لي يد المقاومة من أجل الرضوخ للشروط الإسرائيلية. لكن هذا على الأقل خلال هذه الأيام أنا بشوفه مقترح غير متوقع قبوله من لدى المقاومة. نعم. طيب، فيما يتعلق بمقولة نتنياهو بأنه يدرس الموافقة على طلب أمريكي بهدنة مؤقتة والسماح بدخول الوقود لمستشفيات غزة تحت الرقابة، أيضا مدى جدية هذا التصريح؟ بتوقع أنه في النهاية لازم يدخل الوقود، ولا نحن أمام كارثة إنسانية حقيقية. المستشفيات هي الملجأ الأخير للمواطنين وللجرحى، وبالتالي لابد أن يكون هناك دخول لهذه الوقود بأي إشراف بأي شكل، لكنها ستدخل في النهاية. وأمريكا التي تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل، أمريكا التي تطالب ونلاحظها أكثر تشددا حتى من تصريحات وزير الخارجية لتصريحات البنتاغون لتصريحات أكثر مسؤول أمريكي، لا وقف لإطلاق النار، وكأنها أمريكا هي بالفعل أصبحت شريك رسمي بهذه الحرب، وهي أكثر تطرفا من إسرائيل في هذه الحرب، وهي أقل إنسانية من إسرائيل في هذا الموضوع. أمريكا الدولة الكبرى في العالم ويفترض أن تكون راعية حقوق الإنسان، لكنها تتصرف تصرف همجي مشارك لإسرائيل في هذه الحرب، غافلة تماما عن ما يجري. ومن هنا يجب أن يكون الضغط العربي الدبلوماسي الإقليمي الإسلامي بي على الأقل للسماح بمساعدات إنسانية لتعزيز صمود أهلنا في قطاع غزة. يعني لا يطالب الفلسطيني بالسلاح، لا يطالب الفلسطيني بالحد الأدنى لكي نعزز صموده، وبالتالي نعم هذه المساعدات ضرورية ولازم جدا للشعب الفلسطيني. نعم، تقييمك لما دخل من مساعدات حتى الآن ومدى كفايته وكفاءته؟ طبعا لازم نتحدث عن جزء يسير، لكن في النهاية على الأقل هذا الجزء يعزز الصمود، وعلى الأقل يعني عندما نقارن الأيام الأولى صرخات الاستغاثة والاستنجاد بإدخال الحد الأدنى من الدواء والغذاء ومن أجل على الأقل يعني أن يعيش الإنسان حياة لكي نطالب بالصمود. يعني لا نطالب شعب بالصمود وبالتالي يفقد كل مقومات الحياة، هذا بالإضافة لتهجيرهم من مساكنهم ويعيش الآن في وضع مأساوي بشكل جماعي، وحتى أماكن اللجوء وأماكن الأمن التي يفترض أن يتجمع بها الأبرياء تقصف، الأماكن اللي يفترض أن تكون آمنة تقصف، الكنائس المساجد المستشفيات تقصف. وبالتالي يعني ما دخل نعم يساهم، لكنه لا نقول أنه يساهم بشكل حقيقي لتعزيز صمود وإعادة ترميم وإعادة بناء لما جرى على الأقل لكي يأوي هؤلاء الناس المشردين بمئات الآلاف وأصبحوا وهجروا، لاحظ منطقة الشمال باتجاه الجنوب، المنطقة التي سويت بالأرض، الأرض المحروقة التي اتبعتها إسرائيل وتتباهى ويتباهى الجيش الإسرائيلي أنه توغل في قطاع غزة. أنت توغلت على أرض حرقتها حرق، دمرتها تدمير كامل بالسلاح الأمريكي والقنابل الأمريكية
وبأحدث أنواع التكنولوجيا الأمريكية، ومع كل ذلك نتحدى أن نقول بأنه الجيش الإسرائيلي سيصمد في هذه المناطق أو قادر على الصمود، وجميع المسؤولين الإسرائيليين يهيئ الرأي العام الإسرائيلي أن هناك إحنا أمام انتصارات وأمام إنجازات، لكنها الثمن الذي ندفعه هو ثمن كبير، وهذا واضح أنه بالفعل الثمن كبير. وما تدعي الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بأعداد الضحايا القليل، نؤكد أنه أضعاف ذلك ما حدث ويحدث في الجبهة في داخل قطاع غزة. نعم. طيب هذا الثمن الكبير دكتور عماد، يعني وقد وجدت يعني حكومة بنيامين نتنياهو رجليها مغروزتين، يعني وأصبح أمرا واقعا لا عودة فيه. هذا الثمن إلى أي الاتجاهين يمكن أن يسير بحكومة بنيامين نتنياهو؟ إلى التراجع أم إلى المضي قدما حتى مع ازدياد الخسائر؟ هو بالفعل يعني عندما نتحدث أو زي ما تفضلت في بداية المقابل المقترح لإخراج قيادة حركة حماس، الذي في ورطة هو نتنياهو، وهذا كلام دقيق 100%. نتنياهو غير قادر على استمرار في حرب طويلة وغير قادر على إنهاء الحرب بشكل سريع، ومن هنا نتنياهو يحاول أن يناور على الجهتين، يحاول إطالة الحرب قدر الإمكان لكن دون الوصول إلى حالة النفور داخل المجتمع الإسرائيلي الذي بدأ يتزايد بمطالبته بالاستقالة. وسمعنا تقارير أمريكية إلى حد كبير توصل رسالة أن بايدن بالفعل هو يتمنى حتى سقوط حكومة نتنياهو وابتعاده عن المشهد السياسي كنتنياهو واستبداله بشخصية أخرى، أن يقدم نتنياهو على الاستقالة، وهذا أصبح مطلب أمريكي وأصبح مطلب إسرائيلي داخلي. نتنياهو يحاول أن يبحث مع مرور الوقت على مخرج له أو انتصار يخرج من هذا المأزق. يعني نتنياهو غير قادر على إطالة أمد الحرب لأنه هذا مكلف جدا اقتصاديا وسياسيا ومعنويا لنتنياهو، أنك أنت مع كل هذه الهجمات التي تقوم بها والتدمير وخلفك ومساندك الجيش الأمريكي، ولحد الآن لم تحصد نتائج عسكرية حقيقية. الوقت الآن يسارع نتنياهو لإنجاز شيء، إطالة الحرب ليست في صالحه، الهروب الآن من هذه الحرب ليست في صالحه. نتوقع أسابيع ستستمر هذه الحرب لكن ليست بالأشهر كما يتوقع البعض، ويحاول نتنياهو من خلال هذه الفترة القادمة أن يحصد شيء. نتنياهو هو في ورطة، ليست المقاومة التي هي في ورطة. في إطار هذه الورطة، ما تفسيرك لعملية الاقتحامات وفتح جبهات في الضفة الغربية في نابلس وفي طول كرم وفي جنين وفي الخليل وغيرها بالتوازي مع جرائمه في غزة؟ يعني أولا يحاولوا أن لا يوحدوا الساحات، يحاولوا أن يفصلوا قطاع غزة عن محيطها حتى الفلسطيني، يحاولوا أن يبعدوا الضفة الغربية عن قطاع غزة، لأنه إذا صار الالتحام ما بين الضفة الغربية وغزة هذا سيضعف بشكل كبير إسرائيل وسيربك إسرائيل والحسابات الإسرائيلية، لأن كل الرؤية الإسرائيلية المدعومة أمريكيا بأنها تتفرغ إسرائيل فقط لقطاع غزة. حتى لاحظ ما يحدث في الجبهة الشمالية، تتعرض إسرائيل لضربات هنا وهناك من قبل حزب الله لكنها إسرائيل ترد بشكل محدود. إسرائيل غير معنية بتوسيع الحرب وغير معنية بوحدة الساحات، ومن هنا تأتي في محاولة منها مثل ما شاهدنا في نابلس وجنين. نعم. أن تضرب بؤر المقاومة. دكتور عماد، عذرا للمقاطعة وأنت تتحدث معنا الآن، نعرض لقطات لتفجير عبوة شديدة الانفجار بجرافة عسكرية إسرائيلية على الأطراف الشرقية لمخيم جنين. اللقطات تظهر هذا التفجير في قبل دقائق من الآن. يلا يلا يا قوة. يلا يلا يا قوة. تفضل دكتور عماد، عذرا للمقاطعة. إسرائيل منذ ليس فقط هذه الفترة ومنذ أشهر تعتبر شمال الضفة الغربية أنه أصبح منطقة تحتوي خلايا المقاومة، من عرين الأسود إلى كتيبة جنين إلى وأصبح هناك عمليات نوعية تقوم بها هذه الخلايا والكتائب ضد إسرائيل، ولاحظنا وتابعنا بشكل مستمر ما حدث في مخيم جنين عندما أقدم أكثر من 1000 جندي لمحاصرة مخيم صغير جدا ومحاولة التوغل فيه، ومع ذلك فشلت إسرائيل في التوغل، وكمان فشلت على القضاء على الخلايا المقاومة. وكل فترة تعود إسرائيل لمخيم جنين، هذا المخيم اللي يشبه موضوع غزة محاصر منذ فترة طويلة
ومع ذلك إسرائيل تعجز عن القضاء على المقاومة وخلايا المقاومة. شمال الضفة الغربية أصبح منطقة بالنسبة لإسرائيل مزعجة تماماً، وكل ما تحاول إسرائيل القضاء على خلايا تظهر خلايا جديدة، كل ما حاولت أضعاف المقاومة تزداد المقاومة شراسة. ونلاحظ أن المقاومة بالفعل تزداد قوة وتطورا، وحتى العجز عن الدخول، وكل مرة تدخل تخرج إسرائيل بضحايا. إسرائيل لم تفهم الدرس لحد الآن، أنه كلما ازداد العنف الممارس على الشعب الفلسطيني ستزداد وتتطور المقاومة الفلسطينية. ما شهدناه في قطاع غزة للعدوان الخامس مختلف تماما عن الرابع والثالث والثاني والأول. المقاومة ازدادت شراسة، تطورا، قوة. الشعب الفلسطيني زاد إيمانه بالمقاومة على عكس ما تتوقع إسرائيل. يعني إسرائيل لم تفهم درس أنه هناك شعب فلسطيني يريد الاستقلال، وكلما زاد الضرب وكلما زاد العنف كلما زاد الإيمان بالمقاومة. نشاهد الآن نتابع الفلسطيني وهو الذي يتابع الخطابات لقيادات المقاومة بكل تلهف وبكل حب وبكل انتماء لهذه القضية. هذا الشعب عمليا لم تمت القضية في ذهنه، ولم يرهبوا هذا القصف ولا هذا العدوان. إذا تحاول إسرائيل من خلال تدمير البنية التحتية لقطاع غزة أو لشمال الضفة الغربية بأن الشعب إذا دمرت البنية التحتية سينقم على المقاومة، فليتأكد الإسرائيلي تماما أنه الشعب الفلسطيني لا ينقم ولا يكره إلا إسرائيل التي تقوم بتدمير حياته وتحرمه من حريته واستقلاله. فبالتالي الدخول المتكرر لجنين، لمخيم جنين الصغير، ودون النجاح في منع المقاومة، وزي ما تفضلت الآن التدمير وقتل الجنود لا زال مستمر من خلال المخيم. فلتفهم إسرائيل هذا الدرس.